غلط من الشناوي برضو طلع غلط، ما نزلش اصلا، ما عملش تراي على الجون. فالجون الثاني في غلطه كبيره مشتركه ما بين الشناوي وما بين خط دفاع النادي الاهلي، غلطه كبيره جدا. يعني الكره فخر لقاي طلب الكره، الكره بتجيله بيسند الكره ويلف ويسيب ياسر، ياسر نزل قوي على كريم لتحت، صعب قوي ان السنتر باك يسيب مكانه لتحت كده، بيسيب مكانه بيسيب بيته زي ما بيقولوا. بص ياسر وقف بقى هنا، بص ياسر ابراهيم فين، خلاص اتسحب فاوتوماتيك. وطبعا الشناوي ولا راح ولا عمل تراي، الراجل عدى. فاه غلطه مشتركه مليون في الميه ما بين الشناوي وما بين ياسر ابراهيم. فخر لقاي دخل بالكوره الجول، والكوره دي اتكررت تاني في دقيقه 86 بالمناسبه برده، واتسحب فيها ياسر ابراهيم. لان حتى التوظيف او الوقفه بتاعت لعيبه الاهلي لما نروح للجون الثالث كمان، الوقفه بتاعت لعيبه الاهلي فيها مشكله. النهارده خالد عبد الفتاح، احنا اشدنا بخالد كتير برده، بص اللعيبه بتنزل وبعدين الاماكن خالد يعني ياسر رايح يمين، خالد عبد الفتاح بيخش في العمق مكانه، وبرده التصدي مش مظبوط من الشناوي، بترجع لمصطفى. خالد عبد الفتاح واحد من اقل ماتشاته مع النادي الاهلي على الصعيد الدفاعي، على الصعيد الهجومي كان عنده مشاكل كتيره جدا. ممكن ما تلومش كريم الدبيز بالمناسبه، ولكن هكمل على كلام جيري في حته كولر، هو ما كانش موفق على الاقل في الوقت الطويل قوي لطاهر. وبعدين التغييره بتاعت رافت خليل احنا ما عرفناش رافت وهو مهاجم، يعني اعتقد حتى في قطاعات الناشئين ما لعبش رافت خليل وهو مهاجم. الراجل النهارده لقى نفسه بيلعب مهاجم، بيديله كور عاليه وهو مش مميز فيها. قدام لعيبه بيراميدز بتقدر تطلع الكوره، وتعامل الشناوي مع كل الكرات العرضيه، تاخير في التغيير هو الدايلما بتاعت تريح ولا تلاعب، دي نقطه مهمه جدا. لان هو لعب الفول تيم قدام حرس الحدود، صح، الا مروان عطيه لعب مكان كوكو. مباراه احتفاليه مفهومه ان تحتفل، ما هو برضو ايه الهدف بتاعك، ايه التارجت بتاعك، انت عايز تلعب بالفول تيم عشان تكرمهم وتحتفل، ولا عايز تاخد الدوري بدون اي حاجه، ولا عايز تعمل تدوير؟ كان ممكن الاهلي يلعب المباراه بتاعت حرس الحدود، ويلعب مباراه النهارده اللي هي اصعب على الورق، يعني بصرف النظر عن النتيجه ان انت تلعب وانت كان. لكن دلوقتي ولا لو هو ما اعتقدش ان كله بيفكر في دوري الهزيمه بصراحه، ما اعرفش هو الراجل فكره ايه، هو بيعمل روتيشن ممكن عشان الماتشات الجايه. ولكن في الاخر انا بشوف ان هو ما كانش موفق النهارده في البدايه ولا حتى في التغيير.